يسألني بعض الأخوان، يعني إنسان كان يكثر اللحية وإذا بي يأخذ منه، يعني ما أحد يأخذ من لحيته إلا وسيأخذ أكثر، إذا دخل المقص انتهى. وهذا شيء مشاهد، أناس يعني كانت لحام طويلة، بل أناس ما تتوقع. فالحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تؤمن عليه فتنة، الإنسان يسأل ربه الثبات، لكن احذر إن انفتح الباب من فتح. وسبحان الله العظيم، يعني وإن كان بعض الناس يقول أنتم تدندنون على اللحية وعلى تقصير الثوب، سبحان الله هي بوابة، يعني إذا بدأ الإنسان في تطويل ثوبه وفي تقصير لحيته فأعلم بأن الأبواب ستشرع، لا لأنها هي الدين لا، لكن سبحان الله تنفتح وتنفتح معها الأمور.